السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، اللهم آمين. معاكم دكتورة روضة أسامة، فرقة تانية إن شاء الله من لجنة المايكرو. هنتكلم النهارده على الريفيجن بتاع المحاضره الاولى في الاميونيتي. احنا شرحناها سوا، دلوقتي بقى هنراجعها وان شاء الله مش هتاخد مننا وقت طويل. تمام، تعالوا نقول الدعاء بتاعنا قبل ما نبدا. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، والهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وأصلحني وأصلح بالأمة يا رب العالمين، اللهم آمين. احنا اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا في شوية definitions كده في الأول، عايزين نقولهم سريعا. أول حاجة الاميونيتي، يعني اميونيتي يعني مناعة. طيب ايه بقى تعريفها عندنا؟ بيقول لك دي الريزيستنس او البروتكشن او نون سستبيليتي، يعني الحاجه اللي بتقاوم وبتحميك وبتخليك اقل عرضه ان انت ما تتصابش بمين؟ بالفورين بودي، او يحصل انفيجن للبودي بتاعك بالفورين بودي. تمام. طب الفورين بودي ده بقى مين؟ قال لك ممكن يكون حاجه انفكشن وحاجه نون انفكشن. حاجه انفكشن زي مثلا البكتيريا او الفيروس او الفنجاي او اي حاجه ممكن تصيب جسمي. طب نون انفكشن زي مثلا البروتين او الليبد او اي حاجة هتاكلها من برة، الحاجات دي كلها غريبة عن الجسم، وبالتالي انت ممكن لو اكلتها يعني الجسم يعمل رياكشن ضدها ويتعبك اكتر، لكن دلوقتي المناعة بتحميك من الموضوع ده. تمام. بعد كده الاميون سيستم، يعني ايه اميون سيستم؟ تعالوا بس نطلع القلم كده لان انا نسيت اطلعه في الاول. طيب يعني ايه اميون سيستم؟ الاميون سيستم يعني ايه؟ ده جهازك المناعي، يعني بيقول لك ان هو السيستم ذات بروتكت، اللي بيحمي البادي منين؟ من اي انفيجن بواسطه الانفيدر. الانفيدر ده قصده على البكتيريا او الفيروس او اي حاجه هتصيب ايه؟ جسمك. يبقى الاميون سيستم ده الجهاز اللي بيحمي الجسم بتاعك من اي انفيجن منين؟ بواسطه اني انفيدر. تمام. طب الاميون ريسبونس دي بقى، الاميون ريسبونس دي الاستجابه المناعيه. طب ايه الاستجابه المناعيه دي؟ دي الحاجات اللي جهازك المناعي هيعملها عشان يهاجم الانفيجن اللي حصل في جسمك ده. يبقى الاميون ريسبونس عباره عن كولكتيف، مجموعه، اند كوردينيتد رياكشنز، شويه رياكشنات كده للاميون كومبتنسلز. الاميون كومبتنسلز دي هي دي مين؟ هي دي الخلايا المناعيه. تمام. اند زير سيكريتوري برودكت، والخلايا المناعيه دي هتطلع لي حاجات برودكت، هي دي اللي هتعمل ايه؟ اجينست الانفيدر، هي دي اللي هتهاجم الانفيدر. يبقى الاميون ريسبونس هي دي الاستجابه المناعيه اللي جهازك المناعي هيعملها ضد الانفيجن اللي حصل فين؟ اللي حصل في البادي بتاعك. تمام. الاميون ريسبونس دي عباره عن كولكتيف اند كوردينيتد رياكشنز اوف الاميون كومبتنت سيلز. الاميون كومبتنت سيلز دي هي دي الخلايا المناعيه بتاعه جهازك المناعي، وهنشوفها بالتفصيل دلوقتي حالا. اند زير سيكريتور برودكت، الخلايا المناعيه دي هتطلع لي شويه برودكت اجينست الانفيدر. جميل، تعالوا نكمل. بعد كده الاميون انديفيديوال، ثواني نطلع القلم. الاميون انديفيديوال، ايه الاميون انديفيديوال ده؟ يعني ايه؟ والنيف انديفيديوال يعني ايه؟ قال لك ان الاميون انديفيديوال ده شخص عنده مناعه، شخص عنده ايه؟ مناعه. تمام. اما النيف انديفيديوال ده شخص مش عنده اي مناعه، ما عندوش اي مناعه خالص. يبقى الاميون انديفيديوال ده شخص عنده مناعه. طيب يعني ايه شخص عنده مناعه؟ قال لك بص يا عم، الشخص اللي عنده مناعه ده بيكون اتعرض قبل كده للانتيجين بتاع الميكروب. الميكروب ده الجسم بيتعرف عليه بيسميه انتيجين، اي حاجه داخله غريبه بسميها انتيجين. فالشخص اللي عنده مناعه ده جسمه اتعرض لمين؟ اتعرض للانتيجين بتاع الميكروب، وبعدين جسمه عمل له مين؟ عمل له الاستجابه المناعيه بقى من خلال الاميون كومبتنت سيلز، ان هو عمل ريسبونس ورد على مين؟ رد على الانفكشن ده، وخلاص والانفكشن خلاص راح، والانسان بقى ايه؟ بقى سليم ومش تعبان ولا اي حاجه. طيب بعد كده قال لك بعد كده خلاص ان الشخص ده بقى عنده مناعه، انه بقى عنده ريزيستنس للليتر انفكشن باي ذات ميكروب. خلاص الميكروب ده لو جه هاجم الشخص ده تاني مش هيعرف يأذيه، لان المناعه عملت له ريسبونس قبل كده. تمام. يبقى الاميون انديفيديوال ده الشخص اللي اتعرض للانتيجين بتاع الميكروب، وقام جاي جهاز المناعه بتاعه ورد على الميكروب وعمل ريسبونس للانفكشن ده. فالشخص دلوقتي بقى عنده مناعه، يعني بقى عنده ريزيستنس تو ليتر انفكشن باي ذات ميكروب. كلام جميل. تعالوا نمسح بقى اللي احنا عملناه ده، نعمل كده خالص. النيف انديفيديوال، قلنا النيف انديفيديوال ده عكس مين؟ عكس الاميون انديفيديوال، صح. يبقى النيف انديفيديوال ده شخص مش عنده اي مناعه، يعني ايه؟ يعني شخص ما تعرضش للميكروب ده قبل كده، واول ما يجي ياخد الميكروب هوب على طول جهازه المناعي مش عامل له اي مناعه خالص، فبالتالي هيتعب اول ما الميكروب ده يدخل عنده. تمام.
بعد كده اتكلمنا برضو في الفانكشن بتاع الاميون ريسبونس. الفانكشن بتاع الاميون ريسبونس قلنا ثلاث حاجات، قلنا يا اما ديفنس ماشي ان هو يقاوم او يهاجم، وقلنا سيرفلانس اللي هو المراقبه المناعيه، وقلنا الهوميوستاسيس. قلنا الديفنس ده ان هو هيعمل ايه، هيبقى ريزيستنس للانفكشن. طيب السيرفلانس قال لك ان السيرفلانس ده هيكون ان هو المراقبه المناعيه، قاعد بيراقب الخلايا اللي يحصل فيها ميوتيشن، وبسميها ميوتانت سيلز وتقلب بكانسر، فاقوم عامل لها ايه، اقوم عامل لها ديستراكشن على طول. هوميوستاسيس ان الخلايا اللي عندي اللي العمر الافتراضي بتاعها خلصت وماتت، زي كرات الدم الحمراء او كرات الدم البيضاء او الصفائح الدمويه اللي هي البليتلت، تمام، اقوم جاي اعمل لها ايه، اقوم عامل لها ريموفال من البلاد على طول. تمام، احنا بس بتكلم سريعا عشان ايه، عشان الحاجات دي مراجعه مش ايه، مش شرح. تمام، الحاجات دي بقى هنشوفها لو الجهاز المناعي زاد فيها او قل فيها. طيب لو الوظيفه الديفنس زادت قوي، زادت، هيحصل الرجي، ان انا اي حاجه بقت داخله جسمي هبقى اعتبرها انفكشن، وهبدا ايه، هبدا اهاجمها. افرض مثلا انا اكلت اي حاجه، اي حاجه خالص من بره، حتى لو حاجه بسيطه، ممكن بس اشرب ميه جهازك المناعي يعتبرها انفكشن ويهاجمك ويعمل ايه، ويعمل الرجي، الحساسيه، وبنشوفها كتير جدا في اغلب الناس. تمام، دي بيبقى ايه، بيبقى حاجه كده ايه، طرقه يعني. طيب لو جهازك المناعي ده قل، لو وظيفه الديفنس دي قلت، قالك هيحصل ايه، لو وظيفه الديفنس قلت فبالتالي جهازك المناعي مش شغال، الانفكشن عمال يدخل، جهازك المناعي مش شايفه ولا عمال يقاوم الانفكشن ولا اي حاجه، فبالتالي هيزود السستبتابيليتي، هيزود ان انت يبقى عندك القدره ان يحصل لك ايه، انفكشن، يبقى اكثر عرضه للانفكشن، انكريز السستبتابيليتي تو ريبيتد انفكشن، ويحصل عندي اميون ديفيشنسي ديز اوردر، الامراض المناعيه بقى، ندخل في حوار الامراض المناعيه. تمام، طب الوظيفه الثانيه السيرفيلانس دي لو قلت وجسمك ما عادش بيعمل مراقبه مناعيه ولا عاد بيشوف الميوتانت سيلز ولا اي حاجه من الحاجات دي، بالتالي هتصاب بالماليجنانت سيلز، ربنا يحمينا ويعافينا اللهم امين. طيب الهوميوستيزيس بقى، طبعا الهوميوستيزيس لو الوظيفه دي زادت عن حدها قوي، الحاجه اللي ما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. طب الوظيفه دي لو زادت، هبدا اشيل اي كومبوننت من مكونات البلد، هبدا اشيل وارمي اشيل وارمي اشيل وارمي، وبالتالي همرض وهيجي لي امراض مناعيه، وبسميها اوتو اميون ديزيز. تمام، كلام جميل، نقل على بعض. بعد كده اتكلمنا على مين، اتكلمنا على البون مارو، قلنا ان البون مارو ده تقريبا نخاع العظام. طيب بيطلع منه ايه، بيطلع منه الستيم سيلز. الستيم سيلز دي هي دي الخلايا الجذعيه. الستيم سيلز دي عباره عن ثلاث انواع من الخلايا، يا اما الوايت بلاد سيلز، يا اما الار بي سيز، يا اما البليتلت. تمام، وقلنا ان سيبنا الار بي سيز وسيبنا البليتلت، دلوقتي هنتكلم على الوايت بلاد سيلز، لان دي اللي بتطلع، ودي كرات الدم البيضاء اللي بتطلع ضد اي انفكشن، ودي اللي دي اللي بتحمي جسمك. تمام، الوايت بلاد سيلز قلنا قسمناها لحاجتين، جرانيولار ونان جرانيولار. يعني ايه جرانيولار؟ يعني محببه. طيب الجرانيولار قال لك من ضمنها ايزينوفيل، بيزوفيل، نيوتروفيل. طب النان جرانيولار الفاجوسايتس والليمفوسايتس، قلنا نحفظهم عشان الام سي كيو، بعيد تاني اهو، نحفظهم عشان الام سي كيو. طيب الفاجوسايتس منها نوعين، الماكروفاج والدندريتك سيلز. تمام، كل دولت مايلويد بروجينيتور ما عدا الليمفوسايت، اهو نغير اللون بتاعها عشان تعرفوها، ما عدا الليمفوسايت. الليمفوسايت دي مش مايلويد، امال ايه، امال ايه، هي مش مايلويد، امال ايه، امال هي ليمفويد بروجينيتور. تمام، تمام. بعد كده اتكلمنا على الليمفوسايت بقى بالتفصيل، التفصيل الليمفوسايت بتاعها ايه، قالك ان هي شويه منها هيروحوا في الصيمس عشان يحصل لها ماتوريشن، وهو مين اللي هيروح الصيمس، التي سيلز، عشان يحصل لها ماتوريشن. طب وشويه منهم هيروحوا البون مارو، مين اللي هيروح البون مارو، البي سيلز، يبقى التي هتروح للصيمس اللي اولها تي، والبي سيلز هتروح للبون مارو اللي اولها بي. تمام، اما الناتشرال كيلر سيلز مش هتروح ولا في الصيمس ولا في البون مارو، ناخد بالنا. تمام، والليمفوسايت قلنا اللي هي مين، ليمفويد بروجينيتور. طيب التي سيلز لما تروح للصيمس هيحصل لها ماتوريشن، وتبقى تي اتش وتي سي وتي اس. تمام، تمام. بعد كده اتكلمنا على المكونات بتاعه الاميون سيستم، قلت انا هتكلم على الاورجنز، وهتكلم على السيلز، وهتكلم على البرودكت، ثلاث حاجات اهو. اول حاجه الاورجن، قلنا الاورجن بقسمها لبرايمري وسكندري او سنترال وبريفرال، اللي يعجبك قوله. طيب ايه الاورجن السنترال، قال لك دي اللي بيحصل فيها الماتوريشن للليمفوسايت، احنا قلناهم من شويه اللي هو مين، اللي هو السايمس والبومر. طيب طب البريفرال او السكندري اورجن، لا ده دي الاورجنز اللي الليمفوسايت بقى بتروح تقابل فيها الانتيجين عشان تدمره وتموته. ايه هما الاماكن دي، قلنا اربع اماكن نحفظهم صم صم صم، اول حاجه السبلين، وبعد كده الليمف نود، وبعد كده الولدرز لينج، وبعد كده ديفيوز ليمف تيشو اللي اسمها المالت. يبقى السنترال او البرايمري اورجنز دي اللي بيحصل فيها ماتوريشن للليمفوسايت، عباره عن البون مارو والسايمس. طب البريفرال او السكندري، لا ده الليمفوسايت بترد على الانتيجين وتهاجمه وتموته في قلب الاعضاء دي، زي السبلين، زي الليمف نود، زي الولدرز رينج، وزي الديفيوز ليمف تيشو. قلنا الولدرز رينج ديت هي عباره عن ايه، اللوز واللحميه مع بعض. تمام، تمام.
بعد كده تاني كومبوننت اللي هو مين؟ السيلز. قلنا عندي نوعين من السيلز، يا اما النيت اللي هي طبيعيه، يا اما اكوايرد اللي هي مكتسبه. طيب قلنا الاكوايرد بس نحفظهم ونعكس عكسهم، يبقى مين؟ يبقى النيت. الاكوايرد يا اما التي يا اما البي، وقلنا البي لها اسم تاني، ليها ايه؟ لها الانتي بودي فورمنج سيلز. طب اشمعنى الاسم ده؟ لان الخلايا البي سيلز دي هي دي اللي بتطلع الانتي بودز، فبسميها انتي بودي فورمنج سيلز، الخلايا اللي بتكون الانتي بودي. نعرف الاسم ده برده عشان الام سي كيو. طيب النيت بقى غيرهم خالص، غير البي والتي، الجرانيولوسايت والفاجوسايت والناتشرال كيلر سيلز. يبقى النيت الجرانيولوسايت والفاجوسايت والناتشرال كيلر سيلز. كلام جميل. بعد كده عندي مين؟ عندي البرودكت، تالت كومبوننت من مكونات الاميون سيستم. برضك البرودكت ما هتكون جايه منين؟ البرودكت احنا قلنا البرودكت في الاول السكريتوري برودكت هتكون جايه من الاميون كومبتنت سيلز، يعني هتكون جايه من الخلايا، اما النيت سيلز يا اما الاكوايرد سيلز. طب بالتالي البرودكت هيكون يا اما النيت برودكت يا اما اكوايرد برودكت. طيب النيت قلنا عندي السيتوكين وبسميه المونوكين او المونوكاين، تمام؟ من ضمنهم مين السيتوكين او المونوكاين دولت؟ انترفيرون 1، انترليوكين 1، تيومر نيكروزس فاكتور الفا، تمام؟ وعندي اللايسوزومز وعندي الكومبلمنت. طيب الاكوايرد، قالك الاكوايرد انا عندي حاجات هتتفرز من التي سيلز وحاجات هتتفرز من البي سيلز. قلنا البي سيلز بتفرز انتي بودي وش. طب التي سيلز اللي هتفرز سايتوكاينز، وبسميها الاسم الثاني ليمفوكاينز، لان التي سيلز دي من الخلايا الليمفوسايت. طيب قالك مين السايتوكاين او الليمفوكاين؟ قلنا انترفيرون نديها رمز 2، وانترليوكين نديها رمز 2، والتيومر نيكروزس فاكتور نديه مين؟ بيتا. يا رب تكون الامور واضحه. بعد كده اتكلمنا على مين؟ اتكلمنا على الاميون كومبتنت سيلز. قلنا بقى عندي كام نوع؟ يا اما النيت سيلز، يا اما اكوايرد سيلز، يا اما بقى انتيجين بريزنتنج سيلز. ودي حاجه مميزه وحاجه يعني ايه جميله جدا. اول حاجه اتكلمنا فيها الجرانيولوسايت. قلنا الجرانيولوسايت احنا لسه قايلين من شويه ان هما بيتقسموا لايزينوفيل وبيزوفيل ونيوتروفيل، وقلنا دي هنعدلها نيوتروفيل. ماشي ماشي. اول حاجه الجرانيولوسايت بيقول لك ان هي موجوده فين؟ موجوده في البلط. طيب هي الجرانيولوسايت دي من عائله مين؟ من عائله الوايت بلاد سيلز، يعني من عائله الليوكوسايت. بتطلع في حاله الانفلاميشن فبسميها انفلاماتوري سيلز. طيب لو البيزوفيل بقى، دي بالذات اللي هنتكلم عليه، قال لك البيزوفيل دي لو موجوده في البلط فانا هسميها ايه؟ هسميها بيزوفيل عادي. اما لو موجوده في التشوف انا هسميها الماست سيلز. يبقى البيزوفيل لو موجوده في البلط هسميها بيزوفيل عادي، اما لو موجوده في التشوف هسميها الماست سيلز. طيب قلنا جايه منين؟ قلنا كلهم جايين من المايلويد بروجينيتور ما عدا الليمفوسايتس اللي هم التي والبي سيلز. اي حاجه بعد كده مايلويد بروجينيتور. بعد كده اتكلمنا على الماكروفاج. قلنا الماكروفاج ليها اسمين، لو في البلاد هسميها مونوسايت، لو في التشو هسميها هيستوسايت، وناخد بالنا عشان الام سي كيو. طيب قلنا الماكروفاج دي من عيله مين؟ من عيله الفاجوسايت. يعني ايه؟ يعني ان هي بتعمل بتبتلع الميكروب او الانتيجين، فالبرايمري انفكشن بتاعها ان هي بتعمل فاجوسايتوزس، وعشان كده اعتبرناها سكافنجر سيلز، سكافنجر سيلز، تمام؟ طب الماكروفاج او الفاجوسايت دي من عيله جايه منين؟ جايه من المايلويد بروجينيتور، مايلويد بروجينيتور، تمام. بعد كده الناتشرال كيلر سيلز. قلنا ناخد بالنا جدا 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 ان الناتشرال كيلر سيلز دي مش بيحصل لها ماتوريشن في الصيمس، مش بيحصل لها صايميك ماتوريشن خالص، تمام تمام. قلنا ليها وظيفتين، يا اما ليمفوكين اكتيفيتد كيلر، يا اما انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيك سيلز. ويعني ايه؟ ان هي بتموت الليمفوكين اكتيفيتد كيلر، ان هي بتموت الميكروب او الانتيجين عن طريق ان هي بتحفز مين؟ بتحفز حاجات اسمها ليمفوكين. اما الانتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيك سيلز انها بتموت الميكروب او الانتيجين بالانتي بودي، تمام تمام. بعد كده التي والبي ليمفوسايت. قلنا دول ليمفوسايت يعني جايين منين؟ جايين من الليمفويد بروجينيتور. التي هتروح فين عشان يحصل لها ماتوريشن؟ هتروح للسايمس، برافو. البي هتروح فين عشان يحصل لها ماتوريشن؟ هتروح في البون مارو. طيب التي قلنا ليها كذا نوع، يا اما تي هيلبر، يا اما تي سايتوتوكسيك، يا اما تي اس. هنتكلم على التي هيلبر، ليها كذا نوع قلنا مش مهمين قوي بس هنعرفهم، يا اما تي 0، يا اما تي 1، يا اما تي 2، يا اما تي 4. ماشي. اللي هي التي 4 دي نعرف بس اسمها كده انها سبريسور سيلز، خلايا مثبطه. يبقى التي هيلبر 4 دي سبريسور سيلز، تمام. وعندي دي 17 دي بتكون انفلاماتوري او ريجولاتوري، تمام.
نتكلم بقى على اخر حاجة عندي وهي الانتيجين بريزنتنج سيلز. الانتيجين بريزنتنج سيلز ديت قالك دي خلايا سبيشال سيلز، خلايا مميزة شوية. هلاقيها موجودة فين بالاخص؟ موجودة عند البورتال اوف انتري اوف ميكروب، الاماكن المشهورة بدخول الميكروبز، زي مين؟ زي السكن، زي الجي اي تي بتاعنا، وزي الريسبيراتوري تراكت. الحاجات دي معرضة للميكروب اكتر حاجة. طيب قالك الانتيجين بريزنتنج سيلز دي بتعمل ايه؟ قالك بتعمل كابتشر للبروتين انتيجين، بتمسك في البروتين انتيجين بتاع الميكروب، وبعدين قالك هتكسره تعمله بروسيس، وبعد كده تعمل له بريزنت على مين؟ على السطح بتاعها. طب ليه هتعمل له بريزنت على السطح بتاعها؟ عشان التي سيلز تشوفه وتدمره، التي ليمفوسايت تشوفه وتدمره. طب ايه هما الانتيجين بريزنتنج سيلز؟ مهم نعرف اساميهم. قلنا الدندريتك سيلز والماكروفاج، ودي من عيله الفاجوسايتوزس، فطبيعي ان هي ايه؟ طبيعي ان هي تبتلع الانتيجين. لكن البي سيلز كمان حطيناها مع الانتيجين بريزنتنج سيلز، فما ننساهاش لان بتيجي في الام سي كيو. يبقى الانتيجين بريزنتنج سيلز يا اما الدندريتك سيلز او الماكروفاج او البي سيلز. طيب ايه الفانكشن بتاعتها؟ احنا لسه قايلينها من شويه، ان الفاجوسايتوزس للانتيجين، بروسيسنج اوف انتيجين اللي هي تكسره، وبريزنتيشن اللي هي تعرضه على السطح بتاعها. في وظيفتين كمان هنشوفهم كمان شويه. بالنسبه لوظيفه البريزنتيشن دي، قال لك عندي طريقين. انا عندي اهو الخلايا الانتيجين بريزنتنج سيلز، قال لك لو هي شافت بروتين انتيجين اكسترا سيلولار، اكسترا سيلولار، ناخد بالنا ان هو اكسترا سيلولار مش انترا سيلولار، هتعمل ايه؟ هتبتلع جواه، اهو ابتلعته جواه وكسرته باللايسوزومال بروتيز انزيمز، كسرته باللايسوزومال بروتيز انزيم. وبعدين هي دلوقتي عايز تعرضه على سطحها عشان التي ليمفوسايت تشوفها. طيب هتعرضه ازاي؟ قال لك ان الانتيجين ده لو اكسترا سيلولر، فانا هطلع له دراع اسمه ام اتش سي 2، ام اتش سي 2. ليه بقى؟ لان ده اكسترا سيلولر، تمام، لازم اطلع له ام اتش سي 2. طيب اول ما التي سيلز تشوف الام اتش سي 2 تيجي على طول الخلايا التائيه، اهي تي سيلز. طيب هتطلع لها ايه؟ اول ما تشوف الام اتش سي 2 ده هتقول لك انا لازم احقق قاعده الثمانيه. ايه اللي اضربه في 2 يدي لي 8؟ 4. يبقى هطلع لها مين؟ هطلع لها سي دي 4، هطلع سي دي 4 تمسك في الام اتش سي 2 وندمر الانتيجين. تمام تمام. اما بقى لو كان البروتين انتجن عندي انترا سيلولار، هعمل ايه؟ انا عندي الانتجن بريزنتنج سيلز اهي، وشافت البروتين انتجن، خدته جواها وكسرته باللايسوزومال بروتيز انزيم، عايزه تعرضه على السطح. دلوقتي هو انترا سيلولار، فقالت لك لا، ادام انترا سيلولار انا هطلع له دراع اسمه ام اتش سي 1. تمام تمام. التي ليمفوسايت شافتها، فجات التي ليمفوسايت جت اهي، لقيت ام اتش سي 1 مش ام اتش سي 2، فقالت لك انا لازم احقق قاعده ايه؟ الثمانيه اللي احنا متفقين عليها. فقال لك ايه اللي اضربه في واحد يديني 8؟ الثمانيه. يبقى هطلع لها دراع اسمه سي دي 8. تمام تمام. رابع وظيفة للانتيجين بريزنتنج سيلز ان هي بتعمل كروس بريزنتيشن، يعني هي ممكن تطلع في نفس الوقت او تدمر الميكروب بالسي دي 4 والسي دي 8. تمام تمام. بعد كده رقم 5 اكتيفيشن اوف الناتشرال كيلر سيلز، ان الانتيجين بريزنتنج سيلز ديت بتعمل اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيلز عشان تيجي تقضي على الميكروب. ان هي بتعمل ايه؟ الانتيجين بريزنتنج سيلز تطلع سايتوكاينز، ان امثلتها ايه؟ هي الانترليوكين 12، تيومر نيكروزيس فاكتور، وانترفيرون 1. الانتيجين بريزنتنج سيلز هتطلع السيتوكاينز دي، فتروح للناتشرال كيلر سيلز فتعمل لها اكتيفيشن، فالناتشرال كيلر سيلز تشوف ايه شغلها وتدمر الخلايا او الميكروبات اللي جايه تغزو الجسم. تمام ثواني هعيدنا السلايد دي. طيب تعالوا نحل الاسئله سريعا بقى ونعيد عليها كده، يبقى كده خلاص خلصنا. تمام تمام. الدستركشن اوف الميوتنت سيلز باي اميون سيستم، ميوتنت سيلز بدمرها، بدمرها بالميوتنت بدمرها بالاميون سيستم، الخلايا اللي حصل لها ميوتيشن دي اسمها ايه؟ دي اسمها سيرفيلانس، المراقبه المناعيه. طيب all of the following are granular cells، ما عدا مين؟ ما عدا الليمفوسايت، لان الايزينوفيل والبيزوفيل والنيوتروفيل دول granular cells. all of the following are peripheral lymphoid organs except، احنا قلنا السنترال هما مين؟ قلنا السنترال هما الصيمس والبون مارو، يبقى الباقيين بريفرال، يبقى هنا الصيمس ده هو السنترال، فهتبقى دي الاجابه الخاطئه. طيب all of the following are products of natural immunity except الناتشرال immunity او الانيت immunity، يعني قلنا هتطلع مين؟ هتطلع المونوكاين، وهتطلع اللايزوزومز، وهتطلع الكومبلمنت. قلنا الانتي بودي ده بيجي من البي سيلز، والبي سيلز ديت acquired سيلز مش innate سيلز.
بعد كده بيقول لك الليمفوكاين اكتيفيتد كيلر تبع مين؟ تبع الناتشرال كيلر سيلز، كانت بتموت الميكروب، كانت بتموت الميكروب عن طريق الليمفوكاين اكتيفيتد كيلر. تمام تمام all of the following are antigen presenting cells ما عدا مين؟ احنا قلناهم، قلنا ان هي الماكروفاج والدندريتك والبي سيلز، يبقى ما عدا مين؟ ما عدا التي سيلز. كلام جميل. بعد كده الاكسترا سيلولر انتيجن ار بريزنتد، بقول اكسترا سيلولر ار ايه بريزنتد؟ اكسترا سيلولر يبقى هطلع له ام اتش سي 1 ولا 2؟ ام اتش سي 2. طيب والسي دي هيطلع، هيطلع رقم كام؟ رقم 4. يبقى الاجابه بي. الماكروفاج ان تيشو كولد مونوسايت، الاجابه فولس. في التيشو اسمها هيستوسايت، في البراد هي اللي اسمها مونوسايت. طب الناتشرال كيلر از ماتوريتد ان سايموس جلاند، الاجابه فولس، قلنا الناتشرال كيلر سيلز نوت ماتوريتد. طيب الفاجوسايت والليمفوسايت جرانيولار سيلز، الاجابه فولس، لان قلنا الجرانيولار سيلز الايزينوفيل والبيزوفيل والنيوتروفيل، اما الليمفوسايت والفاجوسايت دول نون جرانيولار سيلز. تمام كده نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا، يا رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا كل حاجة موجودة فيها ومتحتاجوش تحفظوها كمان بعد كده. تمام متنسوناش بتاعة حلوة كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.